بس مين قائد المجموعه دلوقتي؟ انا يا فندم. حلوه وانا لا اتهرب من المسؤوليه. ايوه لا دي حاجه حلوه، استنى بس. وبقول ان انا ورجالتي. لا ما انا عارف، بص انا عارف انك مش بتهرب، انا بقول لك ده، انت بتحاول دلوقتي ايه يعني، ننحي التواضع جانبا، خلينا دلوقتي في المسؤوليه. اللي احنا عملناه ده دكتور شريف هيخليني اروح لحتتين. انت راجل عشت في انجلترا ودرست وتعلمت واشتغلت 10 سنين، شفت الجماعة الأجانب دول بيشتغلوا إزاي، والجماعة الإنجليز دول أنت عارف أكتر مني، دول ميتيكلس يعني، دول بتوع ديتيلز الديتيلز غلسين. فأنت شفت الكلام ده. أنا النهاردة أقدر أقول إن أنا عندي منظومة آمنة زيها زي كل الدول اللي في الدنيا، أو يمكن أكتر شوية من بعض الدول، أو زينا زي دول العالم المتقدم نمرة واحد. والله المنظومة اللي عندنا أقدر أقول، وأنا يعني الحمد لله أقول إن المنظومة اللي نفذت في القطاع المصرفي عندنا ترقى، بل ويمكن أحسن من دول كثيرة في العالم. حلو قوي. وده بشهادة الخبراء وليس بشهادتنا، يعني إحنا عاملين منظومة بيستفيد منها العالم كله. إحنا بنشير حتى البيانات اللي بتتم عن دلالات الاختراق اللي بتحصل في مصر مع دول العالم، لان في امن المعلومات بالذات يا استاذ يوسف شيرنج اهم حاجه، شيرنج ستيرنج، يعني حلو. هم بيفيدوني زي ما انا بفيدهم. خد بال حضرتك من حاجه، طبيعه الجرائم اللي ممكن بتتم في المنطقه العربيه مختلفه بفكر تماما مختلف عن طبيعه الجرائم اللي بتتم بره، فهو بيتعلم مني زي ما انا بتعلم منه. طيب ده بيقودني للسؤال الثاني اللي احنا يمكن تميزنا بيه قوي، ان احنا دول العالم كلها بتشتري التكنولوجيا. انا حاولت ونحسب من الله ان يعني يكون ربنا وفقنا ان احنا قبل ما نشتري التكنولوجيا نعلم البشر القادره على تطويع التكنولوجيا. اللي انت تقدر تنقله هي التكنولوجيا، اقدر انقل تكنولوجيا وبروسس من اي دوله في العالم، وكنا بندرس بره وعشنا معاهم وعندنا المراجع بتاعتهم، لكن الشطاره في هذا المجال هو الفرد اللي يقدر بنفسه يستغل التكنولوجيا دي ويطلع احسن ما فيها. حلو. وده الحمد لله بالانجازات اللي معموله على الارض في هذا المجال في القطاع المصرفي وفي القطاعات الاخرى برضه. خد بال حضرتك يعني احنا عندنا السيرت المصري يمكن كان سباق في وزاره الاتصالات وانشئ من فتره قبلينا وله نجاحات كتير جدا في هذا المجال.